السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع مستشفى الطفولة والأمومة الذي تم إنجازه على مستوى المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، واللي زاره والي ولاية الجزائر العاصمة في بحر الأسبوع الماضي، وطاف حول المرافق الجديدة لهذا المستشفى للأمومة الطفولة على مستوى مدينة سيدي عبد الله. واللي بالمناسبة لاحظنا أنه المدينة بدأت تعرف زخم عمراني غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث تم يعني انطلاق في أشغال نتاع مشاريع كثيرة، منها مسجد كبير جدا، مسجد إن شاء الله يكون في لنا زيارة للموقع نتاع المسجد هذا على مستوى المدينة، وكذلك فيه منتزه للتسلية والرياضة، وفيها مركز تجاري كبير يعني من الحجم الكبير قيد الأشغال، وكذلك فيه كما قلنا هذا المستشفى الأمومة الطفولة، وفيه المستشفى الجزائري القطري الألماني بسعة 400 سرير راه انطلقت الأشغال فيه، وبالإضافة إلى إنجاز مدخل جديد ويعتبر ثالث مدخل للمدينة، هو يعني عبارة عن طريق سيار يصل إلى مدخل المدينة تاع سيدي عبد الله، بالإضافة إلى الملحقات يعني البديهية كالمدارس والروضات وال يعني الثانويات، هذا كل هذه أمور يعني فرغ منها. إذن في عملية نتاع تطوير المدينة هذه لتصبح تكون عندها مقومات نتاع مدينة إن شاء الله يعني يبقى قضية الإخضرار، وإحنا دائما وأبدا نأكد على مسألة الإخضرار لازم يكون فيها على الأقل يكون في حديقة عمومية كبيرة أو زول لثلاث حدائق داخل النسيج العمراني وحول النسيج العمراني، تكون فضاءات كحدائق غابية فيه بعض المساحات خضراء حول المدينة ممكن استغلالها كمنتزهات وأماكن للراحة يعني في المدينة لابد، وكذلك غرس أشجار والاعتناء بها على الطرقات الرئيسية في هذه المدينة تاع سيدي عبد الله. نترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.